لفه كده على الماشي. قال يعني عاملين ايه واخباركم ايه وازيكم؟ حلقه جديده النهارده في البرنامج، وبرنامج 12 سؤال، اربع اسئله. اول اربع اسئله عليهم بونبونايه اللي هي الموبايل، دي الجايزه. تاني اربع اسئله حليناهم عليه تاني بونبونايه اللي هي الفيديو جيم. تالت اربع اسئله اكبر بونبونايه في البرنامج اللي هي الكمبيوتر، وفي تلات وسائل مساعده بس: بابا وماما، او نلغي السؤال، او نعمل موقف مع الطفل او الطفله اللي بتكلم معاه. اول حاجه هنتعرف على ضيوفنا الاطفال النهارده. سيري، باسم، اروى، سيف، اقول لك سؤال ايه اقول لك سؤال ايه اقول لك سؤال ايه هي سؤال وخلصنا، صح؟ سؤال السرعه. ايه هي اصغر فاكهه؟ البطيخ ولا البرقوق ولا التفاح ولا العنب؟ العنب. طب سلم عليا ولا ايه؟ كعبتش، تعال تعال، انزل. لا والله يا ابني، اتفضل. كملت يا حلو. قعدت؟ ان شاء الله هسقط. ان شاء الله هتسقط؟ اه، فاهم شويه. انا بقول اهو، ايه التفاؤل اللي انت فيه ده؟ ان شاء الله هتسقط من اول سؤال وانا بقول اهو. اه، طب ان شاء الله هتنجح. لا ان شاء الله ما هنسقط. ان شاء الله هتنجح. ان شاء الله هسقط. طيب، وانا ما هسقط نفسي بس. عايز تسقط بقى انت يا باسم؟ اه. ولو نجحت هتسقط نفسك؟ اه. طب ما اقول لي انا هسقطك وخلاص. ايوه سقط. ايه حب الفشل ده ليه؟ كده. ليه عايز تسقط ليه؟ كده. بس انا مش بحب. مش بتحب؟ انا ما كنتش جاي هنا من اصل. وانا كنت جاي من اصل. امال مين اللي جابك بقى؟ ايه اللي اجبرك انك تيجي؟ ماما وبابا. هما قالوا لك تعالى اطلع في البرنامج. اه. فانت جاي مخنوق اساسا. عايزيني بقى، عايزيني. عايزينك تطلع. اه. يعني انت دلوقتي قاعد لا انت طايقني ولا طايق البرنامج. اه. ولا طايق البرنامج كله. طب وجاي على نفسك ليه؟ ما ت... يعني ليه السبب؟ ايه السبب؟ عشان انا مش عايز اروح. انا مش عايز اكسب كمبيوتر. كمان. ولا عايز تكسب موبايل؟ اه. ولا تكسب فيديو جيم؟ ولا اي حاجة. طب ما تيجي تاخدني قلمين. ايه رأيك؟ متضايق أول الدرجة دي؟ اه. طب مش جايز الأسئلة تيجي سهلة؟ برضه سقط نفسي. طب ومعنى انك مش طايق تيجي البرنامج ولا عايز تشوفني ولا بتاع، تقوم تيجي بالفانيلا الداخليه كده؟ مفيش جاكيت، مفيش قميص؟ لا. لا ايه؟ كده. وانا قاعد اقول اخويا تعالى، عايز امشي، عايز امشي. يقول لي لا. ومين اللي حط لك جل في شعرك؟ هو. ده طبعا غصب عنك. اه، هو اللي غصب عنه بقى. هو اللي حط لي بغزنة عنه.
هو اللي حطهولي من الاصل، وانا مش عايزه احطه وخلاص. خلاص باظت. هو يعني اخوك حط لك جل غصب عنه ولا غصب عنك؟ لا غصب عنه. غصب عنه هو؟ اه. مفيش حاجه اسمها كده. ما هو ممكن ما يحطلكش وما بقاش غصب عنه خلاص. انا كنت عامل شعر منكوش. كنت شعر منكوش من الاصل. وهو دلوقتي ايه، حرير يعني؟ اه. ما هو منكوش اهو. هو اللي عامله لي منكوش. طب ما تحكي لي بقى على يومك كده من اول ما بتصحى الصبح. يعني بتضرب مين وبتعور مين؟ من اول بضرب اخواتي. بتضرب اخواتك؟ اه. اول حاجه على الصبح. اه. صح؟ اه. كل يوم بلعب فيهم مصارعه. كل يوم ايه؟ بلعب فيهم مصارعه. بتلعب فيهم مصارعه؟ اه. والمخدات كمان. ده قبل الفطار؟ اه. طيب وبتفطر؟ اه بشرب لبن. تشرب لبن؟ اه. طيب وبعد الفطار ببقى بتلعب في مين مصارعه تاني؟ لا بشيل حديد. بس النهارده بقى ماما قالت لي ما تروحش التمرين وروح. روح بقى هنا وتعمل. وهي خلتنا نروح بالعافيه. انت كلهم زقينك انك تيجي هنا غصب عني. اه. وحتى اخويا اللي ورايا ده. مرمي وراك ده صح؟ اه. قال مرمي ورايا ده. اه. طب انت ليه قلت فوق هنا جاوبت على السؤال بتاع الفاكهه؟ ما انا كنتش عايز ارد. عموما هي الحكايه مش هتاخد دقايق يعني، دي شك الدبوس ونخلص من القصه دي كلها. اه. ولا تضايق نفسك ولا بتاع، كمل لي بس يومك بعد ما بتشرب لبن وتلعب حديد وتلطش في اخواتك. بتعمل ايه بقى؟ بنام. تاخد لك ساعتين كده الظهريه صح؟ اه. وبعد كده عشان اسهر بقى. عشان تعرف تسهر بالليل. اه. طب انتوا كام واحد؟ ثلاثة. مين انا ومين؟ اخر واحد. مين ومين ومين؟ داليا وديانا. داليا وديانا. داليا وديانا. اه. وانت الاخير بقى. اه. امال مين اللي قاعد ورا ده؟ مصطفى. مصطفى. مصطفى؟ اه نسيت. يعني ده اخوك بس انت مش معترف بيه. اه. عشان ده اللي خلى ماما هي اللي توديه. ده اللي خلى مامتك تجيبك بالعافيه. اه. فانت بريت منه. اه. ما حسبتوش من اخواتك. اه. وبابا بيشتغل ايه؟ بابا الحمد لله بيشتغل دكتور نساء. دكتور نساء. والحمد لله. ماما بتشتغل محامية إن شاء الله هتيجي تقبض عليكم كلكم. دي مامتك؟ اه. تشتغل محامية وباباك دكتور نسا. اه. وأنت بقى إن شاء الله لما تكبر هتشتغل إيه؟ ظابط، هاجي أقبض على كل الناس الجمهور دول. أنت مالك داخل فينا شمال ليه كده قوي؟ لا أنا داخل يمين مش شمال. يعني أنت عايز تشتغل ظابط؟ اه. في مدرسة في حياتك ولا مالهاش طريق؟ اه روضة. رابطه سكول ان شاء الله. في مدرسه؟ بتروح مدرسه فعلا وكله تمام؟ اه. طب الحمد لله. وانت في السنه كام بقى؟ وامسك برضه اصحابي يضربوا لو عملوا لي حاجه. في مدرسه؟ اه. ايه اللي انت لابسها دي؟ ايوه انا اكشف فيها. امال ايه دي؟ دي؟ اه اهو. دي؟ اه. لا يعني انا عايز افهم انت لابس دي ليه. انا دي لابسها عشان عارف انا لابسها ليه. وانا بقى عارف الفتله دي انا عارف لابسها ليه. يعني ممكن اقطعها كده يعني ولا تقطعها؟ ما فيهاش اي حاجه. لا لا ولا تقطعها ولا قلت لها. ماما هي اللي ملبساني بالعافيه. كل حياتك مغصوب عليها. اه. طب انا عايز اقول لك حاجه. مخلينا ناخد 10 جنيه بالعافيه. انت كمان مش عايز فلوس؟ اه مش عايز فلوس. وتمشي في المدرسه كمان مش عايز فلوس. ما اكيد عاش اتاوه في المدرسه. اكيد من هنا ربع جنيه على 50 قرش على سندوتش على كوبايه عصير من اللي وراك مساله ماشيه برضو. اه ولا ايه؟ اه صح. بس نعم. السؤال رقم واحد. لا ولا سائل بقى. وانا سايب برضه في القمور.
طب استنى بس، ده السؤال ده جاي لك على التبطاب. وانا مش هسأل. انت مش هتسأل، انا هسألك كام حاجة كده وانت حر، بس هيعجبك السؤال ده ان شاء الله. مش انا عايز اسقط بس. بيقول لك اوقات الفراغ بتاعتك يعني لما يبقى عندك وقت فاضي، وقت فراغ، بتحب تروح المكتبة؟ لا مش بحب. أنا ما قلتش، أنا ما أقدر. ولا تحب تنزل الشارع؟ أيوة. بكسفك قدام الجمهور يا أحمد حلمي، يا أنكل أحمد حلمي. طب انت جاوبت على طول تاني اجابه، لانه الاثنين التانيين ولا تروح النادي ولا تروح السينما، انت قلت تنزل الشارع. ايوه على طول بنزل الشارع بس. طيب بالنسبه لك انت، بالنسبه لك انت اللي انت قلته ده اجابه صح. انا عارف اجابه غلط يعني. لا اجابه صح، لانه السؤال ده كل واحد حر. طبعا انا كان امنيه حياتي تكون بتروح المكتبه، بتروح النادي، اغنى لكم اغنيه وخلاص، تروح السينما، ده في الاخر. اقول لكم نكته في الاخر حلوه قوي. بلاش. مره واحد عليان وانا لابس كلوت ولا اي حاجه، اتفضل قبل واحد في الصحراء، اتفضل 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 اتفضل. لا غوش. ما خلاص بس تشجعوا ايه؟ تشجعوا ايه؟ خروف بقى كده. ده الميكروفون ده، الميكروفون ده. طب اعمل ايه طيب؟ ده نكتة. انا كان قلبي حاسس ده. انا لا، وبعدين انا لغوشت لاني ما اضمنش بقيتها هيكون ايه. ده اولها واحد عريان، اولها الاولى. فيش كان في مره واحد اقول لك بقى قصه مش حلوه. لا 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 لا. لا ابوس ايدك، استنى بس. حاضر. خلي ايه، عايز اقول لك حاجه. تعالى نتفق على اتفاق. ايوه اهدى كده، تعالى نتفق على اتفاق. خلي قهوه. خلي النكت والفوازير والاغاني في الاخر. اتفقنا. السؤال رقم 2، هو نفس البتاع. والت ديزني، والت ديزني هو مخترع شخصية ميكي ماوس ولا ميكي هاوس ولا ميكي كات ولا ميكي دوج؟ ميكي دوج. ميكي مين؟ مين الشخصية المشهورة؟ قلت أنا كده؟ يعني لا في الأربعة اللي أنا قلت أنا كده؟ قلت. حاضر يا عم حاضر. في إيه؟ ميكي ماوس ولا ميكي هاوس ولا ميكي ماوس؟ ميكي ماوس. صباح الفل. ايوه. اوكي هجيلكم بس عند الموبايل. اوكي وخلص. لا لا هخلي لك الموبايل لا. موجود ونكمل عادي. وبعدين كي. الاجابه الصح هقول لك عليها. صباح الفل اجابه صح. اتفقنا. اتفقنا. سؤال رقم 3، الراجل اللي بيصلح الحنفيات اسمه ايه؟ الملاك ولا الشباك ولا الحلاق ولا السباك؟ سباك. سباك. صباح الفل. السؤال رقم 4، في على العلم بتاع مصر، عارف العلم بتاع مصر؟ مرسوم فيه رسم الطائر، طائر يعني المرسوم ده. ان شاء الله دي بقى مش هعرفها. هتعرفها، دي سهله جدا، ده سؤال موبايل. اطول حاجه كده اسخنها، اخسن فيه ايديا، سخن بايديا حالا بعد ما نخلص. اوكي. طبعا انت اكيد عمرك ما شفت علم لانك ما بتروحش المدرسه. ما شفتش علم في عمري. في تحيه في الاخر التلفزيون لما بيشطب، بما انك بتطلع الساعه 4 الصبح في الشارع، اكيد بتشوف التلفزيون لما بيشطب. بيبقى فيه علم. علم مصر الانجلتشيري صح؟ بتاع مصر، علم مصر، بيبقى فيه في النص على الابيض رسمه، الرسمه دي رسمه نعامه ولا نسر ولا حمامه ولا يمامه؟ نسر. نسر.
مظبوط، شفت اديك جاوبت السؤال الرابع. مش بتصفر ليه يا حلو؟ مش بتصفر ليه؟ والله العظيم يا احمد حلمي لو انت صعبت لي البتاع في الكمبيوتر ولا هصعبها لك، ان شاء الله اللي جاي سهل ان شاء الله. انا اقلق اصعبها لك، انا شخصيا اقلق. ايه هتصعبها لي؟ انا خايف اصعبها لك. انا اجيب لك بقى ماما هتقبض عليك. لا وعلى ايه؟ وبابا يعمل لي عمليه؟ مفيش داعي. عمليه بقى اهو. يعني خلينا حلوين كده، خلينا حلوين كده. السؤال رقم 5. طبعا سمعت اغنيه القدس هترجع لنا صح؟ عارفها؟ دي كانوا بيغنوها للجزائر ولا لمصر ولا لفلسطين ولا للعراق؟ ايه؟ اغنيه القدس هترجع لنا. القدس هترجع، عارفها الاغنيه دي؟ دي على الكمبيوتر. حلو. كانوا بيغنوها لشعب الجزائر ولا لشعب مصر ولا لشعب فلسطين ولا لشعب العراق؟ شعب فلسطين. بالظبط فلسطين. يا عم مالكش دعوه بالراجل اللي قاعد ورا ده. طب لما نروح البيت يا مصطفى. يا عم يا عم مالكش دعوه بالراجل اللي قاعد ورا ده، الراجل ده هي يعني هيأذيك هيضرك. السؤال السادس. آلة موسيقية طبعا فيها أوتار. غيرها. لسه لسه لسه. أسأل اسمه إيه ده اللي ورا. نسأل أخينا اللي ورا ده. آلة موسيقية فيها أوتار. ممكن أعرفها. اسمها إيه بقى؟ بس آخر سؤال إيه؟ هجاوب الواد اللي ورا ده. ما أنا عشان كده بقول لك أو أغني. أغني أحسن. أو تغني. هغني معلش نكت. ماشي. ده النكت بتاعتي كلها يعني. لا عندي حتة نكتة بس مش قلة الأدب. أقولها لك. ماشي. بس تشجع على إيه؟ ماشي. تشجع. طيب الآلة الوترية دي، الآلة الوترية اللي فيها أوتار يعني اللي ترن دن 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 دن، عارفها؟ هي اسمها إيه بقى؟ البيطار ولا الجيتار ولا الربابة ولا عود؟ الواد اللي ورا مصطفى. اسأل يا زكي. أنت مش عارف اسمها؟ لا أغني. مش عارف اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ طب غير السؤال. حاضر 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 حاضر. اسمها الجيتار اولا. الجيتار؟ الجيتار. مش عارف الجيتار ده اسباني من زمان الجيتار. طيب إيه؟ هغير لك السؤال. نغير السؤال برضه لو سويت عايز بقى انا اكسب الكمبيوتر. حاضر يلا كمل يا احمد. هكمل عادي. خلي البساط احمدي ما تتضايقش. عادي خلي بقى محمد وخلاص. خلاص خلاص احمد على طول ولا يهمك. عايز تقول لي ياض مش مشكله برضه. اي حاجه يعني. ما بتسقفوا على ايه؟ نفسي اعرف بتسقفوا على ايه؟ حاجه بنستخدمها عشان نوزن بيها الاشياء. حاجات الميزان. نوزن بيها الحاجات. الميزان ولا المتر ولا العيار ولا ولا الفدان؟ الميزان. صح مظبوط كده. خلصنا السؤال السادس. شكرا. هنخش على السؤال اللي بعديه يا باسم. السؤال السابع. انا كنت عايز اجي هنا بس انا طنشت. انا قلت احمد حلمي ده مش هيسهلها لي. شفت لغايه دلوقتي مش هيجيبها لبره احمد حلمي ده. انا قلت كده. انت كنت فاكر بس احمد حلمي طلع ايه؟ لما انا بشخط فيه سهل. لم نفسه. لم نفسه. صفر اقوم اضربك. ايه جامد يا عصام؟ انت مأجر ناس يصفروا لك ولا ايه؟ انت مأجر ناس يصفروا لك؟ طب كل الجمهور بيصفر ولا هو؟ هو في ايه؟ انا شايفه لو ما صفرش هعمل لك كده. كده؟ ماشي اعمل كده. طيب البتاع اللي فوق السلحفه دي اللي عليها من فوق دي بيسموها صدفه ولا بيسموها عشه ولا بيسموها حظيره ولا بيسموها اسطبل؟ اسطبل.
فوقيها دي ايه ده؟ صدفة ولا العشة ولا الحظيرة ولا الاستاب؟ ممكن تقبل المكيف ده؟ اللي فوق الحاضر في لون المكيف يا جماعة. ماشي حاضر. سمعت وحط قفلوه خلاص قفلوه. ليه؟ وشغلونا الدفايات واطلبوا لنا البوليس. بوليس ليه؟ عشان لو حد عمل قلق. البتاع بقى اللي ماما فوق. ماما تعالي كلمي البوليس، دول عايزين يقبضوا عليا ان شاء الله، بس ده مش هيتقبض عليا يا باسم. نعم. البتاع اللي فوق السلحفه عارفها اللي بتبقى جامده، بتبقى عامله كده وبتبقى جامده، عارفها؟ اسمها ايه بقى؟ صدفه ولا عشه ولا حظيره ولا صدفه؟ صدفه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وجاوبت انت كده خلاص على السؤال ده؟ والله يا احمد يا حلمي لو انت سهلت، لو انت صعبتها لي مش هيحصل لك طيب خالص خالص خالص. وعارف لو سقطت البوليس ان شاء الله، ولو سقطت انا هجيب لك كمبيوتر على حسابي. اوكي على حساب لو سقطت. بس طيب السؤال رقم 8. شفت يا حبيبي ما حدش يقدر يجيب زي كده. مش هيمشي معاك خالص السؤال ده. سهل هي لأي حاجة. هو مش حكاية سهل، هو مش من مبادئك أصلا. لو هو سخن مولع قولوا قولوا أي حاجة بس. يعني أنت مش هتؤمن بالكلام ده، بيقول لك من جد. أه يلا كمل. من جد أنا عارف هيمشي معاك إزاي، من جد هرب صح؟ يلا يا عم. ولا من جد أهو ما أنا بسأل. بص الكمبيوتر وقول لي وأنت بص أهو عشان ما تقعدش تقول إيه إيه إيه. طيب انا بعمل كده ماشي. من جد شايف بتبص لي برضه هرس انت عامل كده ما تبصليش كده اهو يا عم اهو اهو. من جد هرب ولا من جد ندم ولا من جد وجد ندم ولا من جد لا 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 ها؟ هعمل لك نصيبة. في ايه يا ابني انت؟ في ايه مالك؟ عشان انا جاي متعصب خلاص. وانا جاي متضايق. وانا جاي بقى متعصب. من جد ايه؟ هنعمل بقى خناقة؟ خالص. بس انا طفينا التكييفات من شوية فالدنيا حرارة. من جد هرب ولا من جد ندم ولا من جد وجد ولا من جد رعد؟ من جد ايه؟ من جد من جد رعد. غلط غلط. وممكن تسأل ده الراجل انت مأجره هناك ده. لا هغني. عايز تغني؟ اه بس اغنية ايه عشان ما نتورطش؟ اغنية ايه؟ حبيبي اقول لك خليها مفاجاه. يلا احنا ونصيبنا، ما انا وانت هنضيع سوا. اول واحد اتنين تلاته. اه واحد اتنين تلاته. حبيبي وانا على باله شوقي الي وانا شاغل بال انا نادي علي وليالي كتير افكر فيه واحن الي وانا بال عيونه فيها كلام. كمل كمل. اكمل لك بقى النقطة دي؟ لا كمل بس أغنية. ده أنا مش مصدقك. صوت حلو بس هتطلع من أقولها من أول وجديد. قولها من أول وجديد. حبيبي ده أنتوا بتضحكوا على إيه؟ صوتي بس حلو يعني. هو فيها إيه؟ هو فيها إيه؟ خلاص خلاص. لا هي دي. أنا عايز دي. أنا عايز دي. أنا عايز دي. أنا يعني مش يعني إزاي إزاي عملت كده؟ ها يا باسم؟ باسم لا أنت عايزين بقى قول قول نقطون خناقة. قول عدوى اتجوزت أحمد حلمي. اسمهاش عدوى اسمها عايدة. عايدة اتجوزت أحمد حلمي. حلمي صفر صفر.
يعني يوم ما هتغني لي هتعيني عدوى؟ عدوى اتجوزت احمد حلمي. كل الناس بتقولها احمد حلمي اتجوز عايده. انت الوحيد اللي قلتها عدوى، بس والنبي والنبي حتى حبيبي ولا على كمل كمل. مفيش حاجة بقى شعبية كده؟ لا مفيش. مفيش أي حاجة؟ تملي معاك. إيه؟ دي مش شعبي. طبعاً عايز حاجة شعبية بتاعت عمرو دياب. طب يلا بس كمل. إزاي حاجة شعبية بتاعت عمرو دياب؟ عمرو دياب ما بيغنيش شعب. أوكي بس يلا. هتقول إيه؟ طب السلام هو عليكم. ها؟ إس إس السلام عليكم. إس إس السلام عليكم. السلام عليكم. بعد السلام يحلى الكلام. ريس الندوب. ريق الغرام. الحياة يلا بينا يلا يعدون الأيام. السلام عليكم. السلام عليكم. إس إس السلام عليكم. إس تمام 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 جدا. انا كنت هنتهزها فرصه بس يلا بقى كمل ده. يلا نخش على السؤال. السؤال رقم اخد بالك انت كده كسبت كام؟ فور كام؟ كام إيه انت على طول في لا والنبي هتعمل منك يا احمد حلمي بقى. كسبت الفيديو جيم. اوكي لسه بقى ناقص الكمبيوتر خلاص انا رمت. حلو فيديو جيم بقى احنا 8 بقى هنخش بقى على السؤال. لا مش 8 السؤال رقم 9. في ساعة اسمها ساعة بيج بن. بيج بن الساعة دي موجودة في ألمانيا ولا في نيجيريا ولا في لندن ولا في تايلاند؟ لندن. رغدة مين؟ لندن. موجودة في لندن. منولة منولة ما فيهاش أي حاجة. منولة منولة. أنت كفاءة أنت كفاءة. لندن صح. في لندن دي أبعد مكان في العالم. أبعد مكان في وأبعد من طبعا من المكان اللي انت بتقوله ده بالظبط الاولاني ده الاولاني. يلا بقى. طيب داخلين على السؤال اللي بعديه. السؤال رقم 10. احنا قلنا انت في المكيف ده يا جماعه. عارف الدولفين؟ الدولفين. الدولفين ده يعتبر من الطيور. اهو اهو على البنت دي. اهو على البنت دي. اهو بيطلع كده بينط. يا راجل ركز معايا. انت هتشتغلني ولا ايه؟ الدولفين اللي هو الدول ده جاي في وش الدولفين. الدولفين عارف الدولفين؟ يعتبر من الطيور ولا من الحيتان ولا من الاسماك ولا من القوارض؟ من الاسماك. الدولفين. قول تاني كده. الدولفين. قول تاني كده. ما بيعتبر من الطيور ولا من الحيتان ولا من الحيتان؟ طب بقى طب بس عشان الحيتان ليها ودان. طب اسال ده. صح صح. طب ما كنت تقول كده. السؤال اللي بعديه. السؤال 10؟ لا سؤال رقم 11. ان شاء الله هكسب. عارف القانون؟ مش القانون، القانون. لا ما اعرفوش. القانون. بيانو برضو؟ لا القانون غير البيانو. البيانو كده البتاع اللي احنا بنمسكه كده بنقعد نعمله كده. لا اللي بنمسكه ده الاكورديون. يا لا احنا بنمسكه ونقعد نعمله كده. ده دي السمسميه. دي انت قصدك على اللي هي دي ويقعد دي السمسميه. ودي اللي هي دي الطبله. وده البيانو وده الاكورديون. في بقى حاجه مليانه اوتار مليانه خيوط كده وبيتعمل عليها بالصابع كده. ترن ترن قول لي اسمها. ترن ترن قول لي اسمها. القانون اسمها القانون. ما انا قلت لك القانون ما عرفتهاش. تعتبر اله اصلا يعني مصريه ولا من تشيكية يعني من تشيك ولا من بولندا ولا من تركيا؟
مش سبع فرق، مش من بولندا. لا مش من بولندا. قلت كده ثاني؟ اسأل ده. لا أقول تاني، أنا هعرفها. القانون من الآلات الوترية من أصل مصري ولا تشيكي ولا بولندي ولا تركي؟ ما تسأل الراجل. إيه؟ تركي. تركي. وكسبت الكمبيوتر. تتوقع السؤال اللي جاي لك هيكون سهل ولا صعب؟ ايه؟ هيكون سهل ولا صعب؟ اكيد صعب كده كده. اكيد صعب صح؟ اكيد صعب. ها؟ على الصبح يا جماعه ولا بالليل؟ السؤال رقم 12. في نهرين، نهرين، نهر اسمه سيحون ونهر اسمه وجيحون. سيحون. طب انا بتجيب كده اسئله وجيحون. انا مالي اسئله نازله وانا ذكي دي؟ انت هتخبط ولا ايه؟ هتخبط؟ يعني ايه بقى هتخبط ده يعني؟ يعني ايه يعني هتخبط يعني دي؟ ايه؟ يعني ايه يعني هتخبط دي؟ وده واصل وفصل. واصل وفصل؟ رد على السؤال. قول تاني يا احمد. احنا ناس دمنا حامي. خلصني يا احمد. في نهرين، واحد اسمهم سيحون وجيحون. دول فين؟ مكانهم فين؟ في دار السلام؟ في دار السلام؟ النهرين دول في دار السلام ولا في المعادي الجديدة ولا في أفغانستان ولا في الهند؟ في أفغانستان. في مين؟ أفغانستان. في أفغانستان. شفت بقى؟ شفت؟ انزل يا راجل، انزل انزل انزل. لسه في سؤال تاني؟ ليه حرام عليك؟ استنى. ايه لسه تشيل دي؟ ايه لسه؟ السؤال رقم 13. هو في هتعمل ايه بالكمبيوتر؟ ايه؟ هتعمل ايه بالكمبيوتر؟ هلعب. تلعب ولا هتبيعه؟ هلعب بيه يعني. متأكد؟ هلعب جيمز. طب يلا نختم بقى ايه بالسلام عليكم؟ السلام عليكم بقى. نختم بقى بالسلام عليكم. انا يعني هختم الحلقة وبعدين نغني السلام عليكم. نشوفكم بقى الحلقة الجاية إن شاء الله في 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 حدوتة جديدة وموضوع جديد مع حد كده إن شاء الله يكون زي باسم. إن شاء الله دول بقى هيسقطوا. يلا نغني بقى. إس إس السلام عليكم. انزل. إس إس السلام عليكم. انزل هنا بقى وغني. إس إس السلام عليكم. إس يلا. السلام عليكم. بعد الكلام احلى الكلام. نصحى ندوخ